يلا حيهم يلا حيهم. احييك يا بيه. نايم؟ نايم صح صح خليه يجي. يقول احب اللي يحب الخير واحبك اذا شفتك عسى الله لا يحرمني من طلة عيونك. عيونك. هذه ذكرت امي والله اني عجز اللي اقعد بالارض صراحه. والله الكرسي ولا شيء. كمان نسوي فخامه يا عيال عشان كذا اسمحوا لي. سوي علي بايف مركب الان. في هناك واحد. وين؟ انا ورا. حلو. صار على المليونين يا سعود اللي حولتها لك؟ اعطيتها الرجال. متى؟ والله اعطيته اياه قبل. هذه جلسه الناس الهاي هاي. قبل 3 ايام يمكن. حولتها كلها له؟ لا والله حولت لها النص، قلت له خلصت وانجزت العمل اللي انا قايل لك عنه، حولت لك المليون الثاني. ترى ذكرتني الله يذكرك بالشهاده. امين. عندي لك 5 مليون والجميل عندي لها 7. شايفني ايش احد وجهك؟ شوف دورها. ما يبلك يا شيخ الشركة يا عم، صدقنا عليك انت. قول ابو فهد طال عمرك. والله العظيم طال عمرك انت. هلا ابو حامد. هلا مليون يا طال عمرك. ابو حامد قد سمعت تو واحد انت سباق بالخير وعطايا واجميري وانا نستاهل. تستاهلون. لكن انا عن نفسي لا تحرك. ودي اني اردك. قل لي ليش. ليش يا حبيبي؟ انا دقوا علي البنك قبل 3 ايام. اسلم. قالوا لي وقف تحويل وقف ايداع لمدة اسبوع كامل. يقول لانه صار في زحمة بالغرفة التخزين فلوس من فلوسك. فانا قاعد افكر الحين اني اطلع لي بنك الحالي عشان اقدر العب بالدراهم. هذا واحد تاجر عنده خبز كثير. ايه حبيبي اخوي سعود لا تتعب نفسك. فلوسك اللي عندك حطها في البنك حقي. شوف انا في بالبنك عندك. في بالبنك عندك. سلام مرحبا يا ضحية. حبيبي هذا رجال حول له مليونين. ها تاكفه ودي اخذك فر بس يا بدر. سم حبيبي البنك عندك في موظف ما جاز لي صراحه. من هو؟ نفصله نفصله عشانك. لا لا ما ودي اقطع رزقه. انا والله ما جيت كذا مره وما جاز لي صراحه تعامله. ما قدم لك قهوه ومشيت وما ودي صراحه اقطع رزقه. انتم القهوجين حق الجلسه. فانا اقول اعطه مليونين خلي يروح لهله. طيب ايش رايك تشترك معي في العماره اللي بنيتها انا؟ بني العماره ناطحات سحاب. انت ما شفت اللي وراها؟ هذا مو فلوس او لا لا انا وانا رايح معي البسكوت والشابوره والشاهي ابغى اودي العمال. ترى يعطي عمالك قبل قنوات. ابن غير القنوات وانتم اشتغلوا. كما غير قنات عد قلب زين اسم كمل. قايل لك العماره اللي عندي ما حاط عليها من تحت نسبه. نعم ونفذ تحت. احنا ما غير نسبه. خلينا نغير. ها بسم الله. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. استديو تحليلي مباراه عبد الله جميري وزياد الشيري ضد عبد الرحمن الخضيري وخالد حامد. بعد قليل سنبدا المباراه باذن الله. وهذا ضيفنا الجميل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا فيك في حلقتنا لهذا اليوم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله. اقول يا شباب الليله مباراه جميله جدا جميله جدا. الشباب بين فريقين الشباب وشباب رقم 2. واقول ان شاء الله الشباب اليوم يبدعون. بيضاء وجهك. اهلا وسهلا بك ضيفنا الثاني بدر البحراني في في البرنامج التحليلي لهذا اليوم. اهلا وسهلا بك تي في. لا لا قاعد اقصر بالصوت صراحه. المباراه اليوم استمتعت انا بمشاهده. قصر وكانت المباراه. زود زود الصوت يا رجال. كانت المباراة دائما ترتفع. لا لا قصر شوي. ولكن صراحة اليوم انا شفت محمد الشلهوب. أيوة. يعني لا بيض الله وجهك. والان مع غير مباراة غير مباراة فاصل اعلاني مع زياد الشهري. فاصل اعلاني وراجعين باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي المشاهدين والمستمعين اينما كنتم. نشرة الاخبار ترى شو اسمه اهم العناوين عندك. نبغى استشهد دقيقة 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 الغربية. دقيقة خلنا نسوي ميوت. خلنا نسوي ميوت كذا. يا اخي ايش تبي انت؟ اي قناة تبي؟ ها؟ نبغى موفيز. وش موفيز؟ تبي قناة وش؟ افلام كرتون. افلام كرتون؟ يلا بسم الله. ها غير قناة. سبابة سبابة قناة افلام كرتون. عيني عيني هلا حبيبي. وين راح الغنمات؟ هذا تنسى. وينك بس؟ هاي جدي هاي جدي. هلا حبيبي. هاي جدي. شو التايب اللي في النص؟ طيب مالي دور بالله. هذا ميوت ميوت. ايش تبي انت قناه؟ ايش تبي انت؟ نبغى افلام مصارعه.
مصارعه اخاف يحوسون يدخلون عندنا هنا ومن حوسون لا لا نبغى مصارعه تحليل مصارعه بسم الله حلو حلو ايوه حماس لا لا يا رجال كذا بدل المصارعة ميوت دقيقة ميوت نبغى في المكشن في المكشن يلا اكشن ما مفهمين الاكشن يشوف لا تهزع على التلفزيون خله برجان خله برجان شوف القناص شوف القناص يا ربي ترى شو المشكلة فيه بوفات قاعد يقول هذا يلعب كرة أمريكية ردت القنبلة له وش تسوي ولد؟ لا يا خلاص صامت نيوت انا اقول لك قناة كويسة وش تسوون انتم توقع؟ دقيقة رجع شيء نبغى حوار سامج لا 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 نبغى حوار سامج لا لا انا ابي قناة قناة من الهند انا يا شيخ بسم الله دعينا اللمبة علينا قلنا نمنا قلنا عندنا الاولين نعم حوار سامج يا اخوي انت دائما تفرد عند البيت وش عندك انا من وين ادور يا اخوي والله امسكني لا كسر سنوري امسك كل اطلق ولا انك سامج سامج ولا سامج حق القناه لا هذه مره تسوي تغيير قناه والله انت غير قناه دقيقه لا يا ولد اعلان مصري اعزائي المشاهدين في كل مكان ومكان دعونا التواصل مع التواصل زيرو تواصل مع زمزميه والله العظيم مولي ذا يتواصل مع زمزميه اسلم عاوزين زمزميه تواصلوا معنا على الرقم التالي 0005534 على الرقم التالي طبعا ابغى في المرعب دوم 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 في المرعب يلا دوم دوم عبد الله فسخ النظارة بتأدي الغرض دوم 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 في المرعب أخلبوا كاتم أصحنا يلا الله ماكرة من المرعب وين لا هذه القناة السامجة ما اتفقنا عليها لا لا خذيها قناة بداية على البلدية يلا 3-2 أنا دقيقة نبي أيوة نبي كلام اليوم خلاص طفشنا والله من كثر لا على البلدية على البلدية يلا لا 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 عندي حاجة حلوة لا شيء بعيد روح عندي حاجة حلوة نبغى فقرة مطعم يا مغرق ها يا مغرق مرجان هلا بلدية متى تعلنها؟ ها؟ بلدية مباراة افا ايه مرجان بتمشي؟ ايه ابغى اخذ لك فرة بالسيارة يا روح يا مرجان والله بطلعك والله زياد بالله تفهم معه تعال تعال ما جيت رفش يا مرجان من كل قلب يا مرجان لا عيني من بعلن يا زينة كان ولا شباب هذا كان مفروغ منه انا ليش جاي اليوم؟ انت جاي عندي فقرات ترى انت ساعد قحطان الله انا ودي احس بشعوركم للامانة يا حق أما لا يخرونها إلى الليل حق لك يا حبيبي مي والله شكلها لليل حق لك لا لا شو اسمه ذا الحين يجيني في البيز إن شاء الله يعني شوف هذا كيف هو مشخص بدر أنا ما أبغى مطبز بدر بصراحة بعد صراحة بدر مطبز مطبز إيه خلنا الرجال يسولف مطبز تدري وأقسم بالله إني أحسب إنه يقول كلمة ما نعرفها طلع كلمة كلنا إيه مطبز أمطها قصد مطبز مطبز مش مطبز مطبز أنا لازم ناخذ دور سعودي في ناس تاخذ دور انجليزي أنا لازم ناخذ دور سعودي وش مطبز الحين ها وش مطبز شباب مطبز مش عندك بريان هذا مطبز شباب قال لا الريان الاضلع اي والله مطبز عندنا من مصر انا عندي كلمه ولا قال مورد انا فهمت مطبز فهمته بس انا اقول لك انه مطبز اقول لك مش حد بس لما جيت اجي مخلد تغريده مخلد مقفل الصفحه حقته مخلد عنده كلام يا عيال شو تغريده ولا الحين اول شيء قبل ما يتكلم مخلد لازم حنسمع كلام مخلد ما تغريده
عبد الرحمن مخلد قبل ما يتكلم عنده خيارين. الخيار الاول انه يحاسب الكلام على الكلام اللي قاله عشان يثبت انه له دور انه يتكلم. ثاني اللي يتكلم ويسترسل في الكلام وهذا من حقه لسبب الاول ان عمره كبير، ثاني مع دروع. شيء ثالث، شيء ثالث خلاص ولا كلمه ولا كلمه انه لازم يا شباب يا شباب مخلد ما شاء الله طلعت موباي من كثر ما حكي بينه تغريده جايين الله يمسكم. ابو كيف تغيرت تغريده تكفى ما ابغى منتدى شباب الله يمسكم الجميع بالنور. انتم وجيهكم سفره اذا عنده موضوع احنا سفره شباب صح والله. انا وجيهكم سفره وجيهكم تفتح الرزق يا رجال. احنا مسافرين وحنا جالسين نتكلم مكتب عقار. شباب شباب ما بقى الا جماله ثلاث ايام اربع ايام جمالك وانت تذكرها اسبوع الجاي مثل يوم هذا الله اعلم كل واحد بينا وين هو عنده هذا اللي مشغول مع ناس اللي مشغول مع اخوياه ودارت الايام ودارت الايام. لا لا خلهم باهر والله كلام جميل يا شباب. مهما كنت ثقيل عليكم حلو ازعلت احد فيكم اغضبت احد هذه بعد الصلاه وقتها مو الحين اوكي اغضبت احد فيكم ايوه يسامحني ما سامحني انا اعرف كيف اخليه سامحك سامحك ربي ما راح اسامحك. اهدر الدرع من الدروع وسامحك سامحك ربي الان الله ضياعي. لكن يا شباب شباب نفسيات خلال ثلاث ايام الجاي ابغى اشوف اي نفسيه هذا الكلام نظام نفوسي ما ابغى ايوه بس احنا ما شفناه كل برنامج ان شاء الله ما راح نشوفه ثلاث ايام هذه بالعكس اخر ثلاث ايام بتكون جحفله الصراحه. ما في احد ينفس الا ثاني شيء خالد اقل تقبلها تقبلها ولا ترد عليها تو يقول تسامح اضحك عني ما نفست والله انت حسابك غرفه علمك علم لا علم عمرك يعني في حساسيه علم لكن حاك انا اشكر معاذ 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 اليوم ترى والله يقول لي كلام انا ادري وش معاذ معاذ اليوم قدم لنا هديه على وجه الصبح الله يجزاه خير. وش هي هديه؟ هو يعرفها يحب يتكتم عليه ليه؟ لانه تو رجل تواضع. بيض الله وجهك بيض الله وجهك. بس هديه متى كانت؟ وزياد قدم هديه بعد اليوم بيض الله وجهه. وانا يا الله انت لا امس قدمت هديه الله يبيض وجهك. انا وجودي هديه وجودي هنا هديه. قولها قولها بسرعه قولها بسرعه. لكن عبد الله قدم هديه راح اعلن عنها بعد سنه من الان. كفو كيف تلعب بعد سنه؟ امانه بعد سنه ما تعرف انه عارف متشوقين لهذه ترى انا بيني وبينك 5 ايام شباب 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 ترى في هدايا لا يفوتني لا يفوتني بالله خلوه لا يفوت. هاي الجسد هاي الجسد لا راحت منه الروح ممكن ترجع له؟ ايه يمكن الله على كل شيء قدير الله لو القيامه صح؟ لا الله يقدر يحيي تكفون عيال شباب خلي الرجال يكمل الشباب ما ادري خلوني شوف كمل يا ابو مبارك تكفون عيال لا حد يتكلم طيب يا عيال يا بدر طيب روح على لا حد يتكلم اللي يحط نقطه نهايه السطر اوكي ما النقطه هذه يا ابو مبارك يا عرض الدكتور شباب طيب خلوه عبد الله جميري على راسي من هنا انت حبيبي يعني قدر الكلام الثمين ولا ابو فهد تكفى خلاص هذا الجسد لا مات طيب. سحبت الروح سحب الله عز وجل الروح هذا ليور هذا صعب يرجع ترجع لها الروح لكن اجساد تمشي شبه ميته حلو بعودتها الذيب والذيب طال عمرك لا تودوا حتى اللي عدتوا انتوا خلوه اذا تشوف نفسك ميت انا ما اشوف نفسي ميت يا انا بالنسبه لي مات مشاعر من طلعوا كم دفع لك ورجعوا كم دفع دافع له صداع مخلد انت والله انك تبغى تسولف يوم ترد على ذا وذا خلص نهايه الكلام ايه خلص نهايه الكلام ادري والله احنا ملينا ما هو ملينا يعني تعال جابها مريوس وربما فيه من البعض مرات ربما هزك الشوق اوكي تجمل ثلاث ايام هذه انت ثلاث ايام هذه تجملوا فيها يا جماعه تجمل انت حاسبوني تراني انا ايه اكسب اكسبوني انت بقيت ثلاث سنوات تتقاعد قاعد تسوق لنفسك انا دمك واصبر خل الرجال يكمل يا شيخ يقول كلمه يضحك يمين ويسار يا اخي شو دور عقالك لابد وانا قاعد يا شباب شباب كل واحد منكم لازم ما يطلع من هنا الا هو مصفي قلبه على اخويا جميعا ما اقدر طيب متى اصلا صار في القلب شيء عشان يصفى اسلم يصفيه مو فرضا اي شوائب لابد يجي فيها شوائب لا والله كلام مبارك انا اعترض انا وياك انا اعترض انا يا رجال لابد حلو فانا اطلع من هنا اقول اخواني مخلد العوضي زملائي زملائي ايه اطلع من هنا طال عمرك وانا اقول لا 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 كلكم غالين الله الا واحد ايه الحين فقره المعيد كلكم غالين الا واحد غلاه طاغي عرفت يبغى يمسك يكسب في صف لا يغسله شباب شباب لا 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 صف النوايا وسامحوني مسابيح اخواتي بسالك سؤال بسالك سؤال اخاف من اسئلتك بسالك سؤال اسئلتك تخوف اليوم امس في الليل يوم كنا جالسين في الغرفه ما قلت نفس الكلام هذا ليش تعيد هذا
متى؟ من كل قلبه سددها رب. والله ما قلته والله ما قلته ولا مصدر مني والله انا قلتها انت ابو غنى انك قلته ابو غنى غنى معقول باقي تكة ويجيب لك غنى منها وين كانت في السيب اقول اليوم الله يرزقنا بشاهد نعنا يا رب يا عيال صلوا على النبي هذا كلام عندي شوف يا جماعه خير شوف واخ الله يتكلم الله يا ابو احنا سبحان الله يعني نمشي على فك الكيس حق ذا دقيقه وزير زحاره سبحان الله اوريكم الحين انا والله لا اوريكم سبحان الله احنا نمشي